عموما كانت هذه مداخلة الأستاذ تركي الدوسري، وشكرا على كلامه الجميل ابتداء، وشكرا على إنصافه وأخذ الحق لمقدمين فقرة خذها كاش. ودي أنوه على شيء مهم جدا باسمي هنا، وأنا مقدم الفقرة وأنا المسؤول تماما عن جميع التفاصيل اللي تحدث داخل الفقرة. أقدم اعتذاري لزملائي الموجودين النقاد، وهم على العين والرأس ومحل تقدير واحترام دائم. وما كان أمس إلا بإلحاح مني على سيناريو معين كنت أرى أن فيه مشاركة للجمهور الغالي، وتقديرا لوقفتهم الغير مستغربة، وكذلك لمشاركة متسابق بعينه اللي هو مسفر بن رميثة، بعيدا عن باقي المتسابقين مع كامل الاحترام والتقدير. الزملاء النقاد كانوا يعني تقديرا منهم واحتراما ومحبة نزلوا عند رغبتي، ما كانوا أصلا يعني راضين عن هذا السيناريو، لكن هذا محبة منهم وتقديرا، وفرضت عليهم المهنية الإعلامية. ما صار أمس هو تصرف فردي غير مسؤول يتحمله صاحبه، وهنا أتكفل طبعا بإرجاع الحق للجميع، وأقدم اعتذاري أكيد مرة أخرى، وشكرا للأستاذ تركي الدوسري في مداخلته اللي بينت الحق وأنصفته، وأنا أقدم اعتذاري لكم جميعا يا شباب، وشكرا جزيلا. ما جاء منك الا الطيب يا عبد الرحمن. اولا شكرا لابو سلطان على رد الاعتبار هذا، ومنعنا من التزام الصمت من البارح الى اليوم، الا احتراما للمرجعيه المهنيه في هذا البرنامج، احتراما للدرجات الوظيفيه في هذا البرنامج، مهما وصلت يعني درجات يعني بيننا وبين الاخوان المتسابقين محبه وموده، لكن للشاشه احترامها، اللعب بالنعمه غير مقبول ابدا. اتوقع ان ابو سلطان كفى ووفى، فلذلك اتشكر من هذا الموقع. طيب شكرا ابو عيان، وزي ما قال ابو سلطان ابو معيان